مثل ما قال أستاذنا أبو نواف بالنسبة للمدرج علينا أيضا يعني نفرق بين صاحب الأرض، لأن هناك بعض الأندية الإحصائية حقها عندما تلعب خارج أرضها، يعني مثلا بعض الأندية تلعب في الشرقية وتلعب في القصيم مثلا وتلعب في الباطن، يكون له حضور جماهيري بشكل كبير جدا. مثل من؟ الهلال. وبالإحصائيات الهلال بالنسبة عندما يلعب خارج الرياض يكون من أكثر الأندية مقارنة بالنصر والاتحاد والأهلي. مثلا لو لعب الأهلي أو الاتحاد أو النصر مع أندية الاتفاق والقارسية في المنطقة الشرقية أو في الفتح مثلا في الأحساء، تجد أن نسبة الهلال أكثر كجمهور. هذا بالأرقام ولا قراءة؟ بالأرقام. ولكم تسألوا أيضا المكاتب، مكاتب الهيئة في 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 المناطق، وحتى دباس يعلن بعد كل مباراة عبر الساعة عدد الجماهير، وتتضح أيضا من الجماهير أن هناك اللي هو المدرج الهلال ومدرج الاتحاد ومدرج الأهلي واضح جدا. طيب بغت فكرة بس في هذا الجانب، أنا أعتقد من وجهة نظري أيضا عامل التأثير بغض النظر عن الاستفتاءات، عامل التأثير بالنسبة للجماهير كطرب وكحضور وكفعالية، جمهور الاتحاد وجمهور الأهلي الأكثر تأثير، بدليل أن أهازيج الاتحاد وأهازيج الأهلي هي اللي منتشرة. تصدر إلى حتى جماهير دول مجلس التعاون الخليجي، حتى تصدر إلى الألعاب المختلفة في الصالات. أعتقد التأثير بالنسبة لا تنتقل وبالذات هزوجة تعالى جدا. أبو ساري معناه كذا إحنا، أنت لما تكلمت عن الموضوع معناه كذا إحنا نوجه دعوة للأستاذ مسلي المعمر رئيس الرابطة أنه يغير المعايير. يعني مثلا مباراة الكلاسيكو اللي بين الهلال والأهلي مش حضرها 50,000؟ الناس يقول لك 25,000 هلالي و 25,000 أهلاوي. طيب كل هذه العدد 50,000 ذهب للأهلي، 70-30 وفاء. طيب لما تروح لمباراة مثلا الهلال والباطن أو النصر والاتفاق في الشرقية، تشوف هذول أنصار النصر أو أنصار الاتحاد. هنا فيه المعيار غلط، يعني مشكلة كذا. الفريق اللي يلعب في أرضه حتى لو ما عنده جمهور وحضر جمهور، الجمهور يحسب له، وعشان كذا تفوق نادي أحد في الحضور الجماهيري. لا، بس فرق لما تلعب أنت في الجوهرة بمساحة المدرج عن مثلا في المباراة النهائية أمام الفتح في ملعب الجامعة، لعب الاتحاد مساحة الملعب تعطي أيضا. يعني لعب الاتحاد والفيصلي في حرمة 8,000 عدد المقاعد في المدرج كلهم اتحادية، كيف يحسب للفيصلي؟ لا هذا المعيار غلط. ولما المدرج مقسم. هذه أول مرة تقول شيء مفيد الحلقة هذه. من هو الكلام اللي قلته مفيد؟ لا، الكلام اللي أنت قاعد تخبص من أول أنك تتهم جمهور النصر ولا تكرم شايع، وإحنا أنت حتى كلمة مفيدة ما شفتها أنا. أو طيب أديك معلومة. لحظة، لا تطلعون، أنا ما أحتاج معلومة منك. 6,000 مقعد مقفل.